كرات صغيرة بنية اللون وطعمها سائغ، لها أسماء مختلفة في العالمين العربي والغربي، فهي الطعمية في مصر والسودان والباجية باليمن، ولكن الاسم الأشهر هو الفلافل، وهي الأكلة التي أصبحت الأكثر شعبية بالعالم العربي. لكن كيف جاءت فكرتها؟ اختلف المؤرخون حول تاريخ ومكان نشأة الفلافل، ففيما اقترح البعض أن الأقباط تناولوها كطبق صيامي مفضل، فإن هناك ما يؤكد أن كلمة فلافل ليست قبطية، ومع ذلك فقد اتفق على أنها طبق شرق أوسطي طوره المصريون القدماء، والدليل هو وجود نقوش للفلافل بمعبد وادي الملوك بالأقصر الذي استخدم ما بين القرنين 11 و16 قبل الميلاد، حيث تضمنت النقوش طريقة غسل حبوب الفول وإضافة الخضار إليها وكيفية قليها. أما اسم فلافل فقد اشتق من لفظة فول عند سكان الإسكندرية قبل أن ينتشر إلى أنحاء مصر، حيث تغيرت مكوناته ببعض المناطق، ففي مدينة مرسى مطروح مثلاً تم استبدال الفول بالفاصولياء وقليل من اللحم البقري، فيما أضيف البيض بمدن أخرى. وفيما يتعلق بلفظة طعمية فقد ظهرت لأول مرة بالجنوب المصري كتصغير لكلمة طعام. انتقلت ثقافة الفلافل للدول المجاورة وأصبح جزءاً من التراث الشعبي للمدن مثل عكا التي سميت بأم الفلافل، حيث كانت تصنع الفلافل بفلسطين من الحمص أو البازلاء، وباليمن من الفاصولياء والبصل والدقيق وغيرها، وسميت الباجية. ذكرت كلمة فلافل صراحة بالأدب المصري في عام 1882 إبان الاحتلال البريطاني، وهو ما دفع كل المؤرخين للتكهن بأن الضباط البريطانيين طلبوا من المصريين صناعة طبق يشبه أكلتي بوندا وفادا الهنديتين، لكن هذا التكهن تم رفضه لأن القوات البريطانية والأوروبية كانت قد تجمعت بالإسكندرية الغنية بمحصول الفول الذي تصنع منه الفلافل، وبالتالي فقد عرف البريطانيون الفول من الإسكندرية وليس العكس. بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الأولى وصلت الفلافل إلى سوريا ولبنان، لكن الشاميين استبدلوا الفول والفاصوليا بالحمص، وفيما أصبحت حلب قبلة لعشاق هذا الطبق الشعبي شهد لبنان افتتاح أول مطعم للفلافل في عام 1933. في عام 1961 كانت هناك محاولات يهودية لنسب الفلافل لليهود والادعاء بأنها بدأت باليمن، وهو ما اعتبره العرب محاولة لطمس الهوية العربية بفلسطين. مع مرور الوقت وصل هذا الطبق الشعبي إلى جميع أنحاء العالم مع مراعاة إضافة مكونات أو نكهات تتناسب مع الذوق المحلي لكل منطقة، وسميت أحياناً ببالبال، وهي كلمة تعني المستديرة بالفارسية. كما أصبح لهذه الأكلة الشرق أوسطية يوم عالمي للتذكير بأهميتها كوجبة ذات قيمة غذائية عالية وسعر زهيد.